بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم اللاعب مشاري العازمي. ان شاء الله راح اكون اليوم ضيف عليكم في برنامج بيني وبينك، انا واخوي اللاعب حسين كنكوني. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم حارس نادي كاظمه حسين احمد كنكوني. في البدايه احب ارحب بالمشاهدين الكرام وارحب اخوي مشاري العازمي اللي راح يزامني طوال هذه الحلقة في برنامج بيني وبينك. في البداية راح أتكلم عن يمكن من مراحل سنية إلى الفريق الأول. يمكن في سنة 1995 كنت في نادي العربي واستمريت لمدة سنتين، ومن بعدها انتقلت إلى نادي كاظمة. يمكن التقيت هناك في نادي كاظمة مجموعة من اللاعبين، من بينهم كان أخوي اللاعب حسين كنكوني. يمكن أخوي حسين كنكوني يمكن من أكثر اللاعبين اللي عاشرته في جميع المراحل السنية إلى الفريق الأول، وهو يمكن اللاعب سلطان صلبوخ. هذا يعني من مراحل السنية إلى هالوقت وأنا يمكن مستمر وقاعد ألعب معهم. صراحة في مواقف كثيرة، في بطولات كثيرة في المراحل السنية، وفي منافسات كثيرة مع الفريق الأول. يمكن كان حسين هو اللي كان دائما على قولتهم حامي عرين نادي كاظمة. يعني شهادتي فيه صراحة الأمانة يعني مجروحة، ما أقدر أتكلم عن شخص يمكن وفي حقه يمكن بساعة أو ساعتين. طبعا في البداية أخوي مشاري العازمي أو طريقة معرفتي بأخوي مشاري العازمي، إحنا في البداية تدرجنا من التسعينات مع بعض. يمكن أنا دخلت نادي كاظمة في سنة 97، ومشاري كان في نادي العربي هذه الفترة الزمنية، وبعد ذلك مشاري تقريبا بال98 يانا نادي كاظمة. والمدرب يوم شاف إمكانيات مشاري انعجب فيه، بل قال إن لازم هذا اللاعب يتسجل إن شاء الله عليه، بسبب ما يتمتع هذا اللاعب من مهارة ومراوغة وثقة بالنفس من الصغر. وبالكويت مثل ما انت عارف ان عندنا القليل اللي يجيد اللعب بريل اليمين ورجل اليسار، فمشاري سبحان الله كان يجيد اللعب في الريلين. لليوم يمكن لما تشوف مشاري العازمي ما تقدر تميز هل هو لاعب بالرجل اليمنى او بالرجل اليسرى. فتدرجنا مع بعض من المراحل السنية تقريبا من تحت 12، وشاركنا. طبعا المراعم تكون عندهم ما في بطولات رسميه بالتسعينات، فكان مهرجانات سواء كوكا كولا او غيرها من هذه المهرجانات. فمن اجل التحقيق يمكن حققنا كذا مهرجان، وبعد ذلك انتقلنا الى مرحله تحت 14 سنه او 15 سنه اتوقع، وحققنا الدوري، وايضا حققنا الدوري تحت 17 سنه، وحققنا 20 هم الدوري مع بعض. في سنة 1995 يمكن رحت نادي العربي وتسجلت في نادي العربي لمدة سنتين لسنة 1997. استمريت سنتين في نادي العربي، للأمانة كان نادي العربي متمسك فيني حيل. يمكن تميت سنة كاملة وأنا متسجل في نادي العربي من غير يعني لا وأنا مو موجود، يمكن ما أتمرن، ما كنت ملتزم، خصوصا يعني شوي كانت الدراسة يعني عائق يعني نسبيا، وصعب انك توافق بين شوي الدراسة والكرة خاصة لما تكون صغير بالعمر. يعني في سنة 1998 يمكن قررت اني اتجه الى نادي كاظمة. يمكن استمريت في نادي كاظمة من ذيك السنة لهذا الوقت. الحمد لله يمكن حققت بطولات كثيرة مع نادي كاظمة في المراحل السنية. حققت دوري تحت 15 ودوري تحت 17 ودوري 20. في يمكن الفريق الأول ما حالفني الحظ للأمانة أني أحصل على بطولة، لكن وصلت نهائيات، شاركت في كأس الاتحاد الآسيوي في دوري أبطال العرب. انتقلت في سنة 2010 إلى نادي السالمية، استمريت يمكن موسمين إعارة، ورديت لنادي كاظمة مرة ثانية. ويمكن في هالسنة هذه وصلنا نهائي كأس الأمير، وبعدها بسنتين وصلنا نهاية كأس الأمير، وهم خسرت يعني النهائيين. إن شاء الله في نهاية مسيرتي أتمنى أني أحقق بطولة. تسجلت في نادي كاظمة سنة 98، لعبت معهم بطولة الميثاق. تتكون هذه البطولة من أربع فرق، شاركت فيها وخذيناها، خذينا المركز الأول في هذه السنة. واستمريت من سنة 98 إلى هذا الوقت في نادي كاظمة. يمكن طلعت
سنتين إعارة إلى نادي السالمية في 2010 و 2011. كانت في للأمانة كانت في مباريات حلوة في نادي السالمية ومباريات صعبة، خصوصا يمكن في 2011 لعبنا مباراة فاصلة للهبوط للدرجة الثانية، كانت مباراة للأمانة قوية وحساسة بالنسبة لنادي السالمية، خصوصا أنها يعني مباراة تحديد البقاء أو الهبوط. الحمد لله فزنا في هذه المباراة وتمينا في الدوري الممتاز في 2011. في 2012 رجعت إلى نادي كاظمة بطلب من المدرب مات شالله. في هذه السنة 2012 وصلت إلى نهائي كأس الأمير، ما حالفني الحظ في هذه السنة أن ناخذ كأس الأمير. في يمكن فزنا في أول مباراة ضد النادي العربي، كانت مباراة ذهاب وإياب، خسرنا في أول مباراة 2-1، كنا محتاجين نقول جولين يكون فارق 2، خصوصاً أن احنا كنا خسرين على ملعبنا. في مباراة الإياب في أول 7 دقائق يمكن قولنا جولين وحافظنا على الجولين إلى نهاية المباراة وتأهلنا إلى دور الأربعة. قابلنا نادي الجهرة نفس الطريقة في مباراة الذهاب، كنا خسرانين 1-0، محتاجين نقول جولين عشان نتأهل إلى المباراة النهائية. في مباراة الإياب قدرنا نفوز 1-0، اتجهنا إلى الضربات الترجيحية والحمد لله حالفنا الحظ وقدرنا نتأهل للمباراة النهائية. يمكن في هذه المباراة صار موقف يمكن حق أخوي حسين كنكوني أتمنى أنه يذكره لكم. وصلنا للمباراة النهائية، ما حالفنا الحظ في هذه المباراة، يمكن قول علينا القادسية 1-0 وخسرنا المباراة في ظل الظروف. يمكن المباراة كنا في أول 20 دقيقة ربع ساعة تقريباً مطرود منا لاعب، لعبنا بعشر لاعبين والقادسية يمكن قول جول كان مشكوك فيه وما حالفنا الحظ وخسرنا 1-0. وفي سنة 2014 وصلنا النهائي ضد نادي الكويت ونفس الطريقة خسرنا 4-2. أتمنى في نهاية مشوار أني أتوج يعني ببطولة سواء دوري أو كأس الأمير أو كأس ولي العهد، أتمنى يحالفني الحظ في السنوات القادمة. في سنة 2016 وصلنا نهائي مرة ثانية، يمكن وصلت أنا النهائي مرة ثانية ما حالفني الحظ، هم خسرنا بالنهائي 4-2. هم في هذه يمكن كانت بطريقة المجموعات، يمكن تأهلنا كأول مجموعة، لعبنا أول مباراة مع العربي، في الشوط الأول كنا خسرانين 1-0، في آخر يمكن ربع ساعة تقريبا قدرنا نقول على العربي 3 أقوال وخذينا 3 نقاط. بعدين في المباراة الثانية يمكن قابلنا النصر، خسرنا من النصر 1-0 بلنتي. المباراة الثالثة قابلنا نادي السالمية قدرنا نفوز عليه 2-1، وقابلنا نادي الكويت فزنا عليه 1-0. وراح أتكلم إن شاء الله على مشاركاتي مع منتخب الشباب ومنتخب الأولمبي ومنتخب الأول، لكن بعد الفاصل. لطالما أنجب نادي كاظمة نجوما كبار أضاءوا شمس الكرة الكويتية أمثال عبد الله المعيوف وبدر حجي والمهندس ناصر الغانم ويوسف سويد، فأكمل المسير من بعدهم شباب عقدوا العزم على تقديم أفضل ما يملكون من أجل رفعة راية السفير على مختلف المحافل الرياضية. من هنا نفخر اليوم باستضافة أحد أفضل من خلف أولئك الأساطير في عالم الساحرة المستديرة، فنبدأ مع قائد كتيبة العديلية مشاري العازمي صاحب 300 مباراة طوال مسيرته الرياضية منذ نعومة أظفاره عام 1995 وحتى يومنا هذا. 14 عاما مضاها مشاري بالملاعب ما بين أندية العربي والسلمية وكاظمة، أحرز من خلالها 29 هدفا وصنع 58. ويعتبر العازمي دينامو البرتقالي كونه يلعب في مركز الوسط بالإضافة إلى حمله شارة القيادة، مما يشكل عبئا إضافيا عليه في تسيير المباريات بمساعدة المدرب ورفقائه داخل المستطيل الأخضر، ليقدموا بفضل هذا التعاون الجميل عروضا مميزة على المستويين المحلي والخارجي، ناهيك عن مشاركاته الرائعة مع الأزرق من فئة الشباب وحتى المنتخب الأول.
ومن صاحب الشارة إلى حارس العرين حسين كنكوني الذي انضم إلى أحضان كاظمة عام 1997 لتتميز تلك المسيرة بصلابة وجسارة حسين في حماية شباك البرتقالي، فضلا عن انضمامه إلى كل من التضامن والإفحيحيل وحصوله على جائزة أفضل حارس مرمى بالدوري الكويتي عام 2010، ليضيف إليها بنفس السنة مع رفقائه لقب كأس حضرة السمو أمير البلاد. ويثبت كنكوني جدارته واستحقاقه بنيل شرف حماية عرين الأزرق بمختلف فئة بدءا من الناشئين حتى المنتخب الأول، مشاركا بذلك في بطولات كأس الخليج وتصفيات كأس أسيا وأولمبياد لندن. يسعدنا في هذا الوقت أن نغوص في أعماق نجمينا العزم وكنكوني لنعيش معهم أجمل وأحلى ذكرياتهم بأروقة السفير الكاظماوي ومشوارهم مع الأزرق الوطني. بالنسبة حق مسيرتي المحلية ومشاركات المحلية، فأنا تدرجت في المراحل السنية في نادي كاظمة من 97، ولكن ودي أقول شوي يمكن قصة مغايرة، يعني ما بيقول أذكر بالتواريخ أو بشكل رسمي، ولكن يمكن بلشت 97 كحارس. يمكن ما كنت حارس زين، ولكن حارس يعني، لأن قبل معروفين اللاعب اللي مو زين مثلا يقطونه حارس انزين، ولكن الحمد لله الحين يعتبر الحارس هو نص الفريق، والفريق اللي ما في حارس عمره ما يحقق انجاز. ففي بداياتي يعني حتى يوم كان بيتنا بالروضه كنا قريب من النادي، فكنت كل احب حتى لو على الكاشي العب حارس، العب حارس. يمكن ما اقدر انا على النفس او اللياقه اللي يكون نفس طويل حق اللعب، ولكن يعني مشت علي اني اكون حارس، وكان نادي كاظمه قريب يمنا، فكنت اروح نادي كاظمه ماشي بهذاك الوقت. يعني حتى اهلي ما يدرون اني انا كنت داخل النادي، حتى اخوي شاب اللي هو تقريبا من 98 بالفريق الاول ما كان يدري في البدايه اني انا رايح النادي. فكنت اروح اتمرن وهذا، وكان في مدرب من الجنسيه المصريه اسمه كابتن سيد الله يذكره بالخير، فشافني وهذا وكملت معهم. وبعد ذلك صعدت مبكر، يمكن انا صعدت قبل سني بسنتين وسنة، وقبل سني بسنة. طبعا انا متكلم انا قبل سني، اذا قبل السن الفعلي اني اتغيد ما اقدر العب تحت. فالحمد لله حتى الفريق الاول صعدت يمكن اخر 2007 صعدت، لدرجة انه كان رقمي 40، فاللاعبين يطنزون علي شنو 40، فمشيت علي 40. وكنت موجود مع الفريق الاول، كان اخوي شاب كنكوني تقريبا سنة 2008 او 2007 طلع اعارة حق نادي العربي لمدة موسمين. ف في مباراة من المباريات في الدوري الكويتي، الحارس أحمد الفضلي الله يذكره بالخير كان أساسي، وما شاء الله عليه كان يقدم مستويات كبيرة. فكنا قاعد نلعب هذه المباراة وأنا لاعب صغير، مصعديني حتى يبي لي سنة يعني ألعب هالسنة، بعدها السنة الجاية إن شاء الله أني أصعد رسمي. فهو كان قاعد يلعب، يمكن حصلت حادثة وكانت النتيجة 1-0 لنا، فحصلت حادثة أنه صار تصادم بينه وبين إسماعيل عبد اللطيف لاعب العربي كان المهاجم أنا ذاك. فأحمد عقب ما عالجه وهذا الرزق قاعد نلعب، وانا اشوفه جاي يقول لي شاب جول، هم هني ما ادري شاب جول اتوقع، ولا مسكين الضار صار له يمكن فقد مؤقت للذاكره وهذا. فتم استبداله من المدرب ونزلت. طبعا بوقتها انا ما اوصف لكم الشعور، يعني النتيجه 1-0 ونادي العربي بوقتها كان يمتلك محترفين، ونادي العربي نادي كبير وحافل بالانجازات. ف توكلت على الله، سخنت مع المدرب ونزلت، والحمد لله حافظت على شباك مالي على قولتهم، وسيرت المباراه لنهايتها بفضل الله سبحانه وتعالى فزنا في المباراه. فاتوقع ان هذه كانت بدايه انطلاقه حسين كنكوني بهالمباراه. حارس مرمى كاظمه، يعني والله كان الإصابة مؤثرة لأحمد الفضلي، بالسلامة إن شاء الله. شايف إن على مقربة من سيارة الإسعاف، بالسلامة إن شاء الله لأحمد الفضلي، كان يعاني من الإصابة. إذن البديل حارس
كاظم الآن سين كنكوني بعد إصابة أحمد الفضلي حارس كاظم بالسلامة إن شاء الله بالسلامة إن شاء الله لحارس المرمى الفضلي. ليش أنا بعدها استمريت إني أنا ألعب والحمد لله كل ما كملت ألعب قاعد أقدم مستوى سواء مع السالمية سواء مع أي نادي آخر محلي موجود. إحنا نكل لهم كل احترام وتقدير وعندنا جميع الأفرقة اللي إحنا نلعب معاهم بالعكس لهم كل مباراة نعطيها حقها فكملت الحمد لله واستمريت. ففي نهاية موسم 2008 يمكن قدمت مستويات الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وايد كبيرة. 2010 جانا مدرب عريق لتاريخه هو الكابتن ميلان ماتشالله. طبعا انا من يوم انا صغير كنت اسمع فيه هو اللي محقق انجازات حق نادي كاظمه هو المنتخب تقريبا نص البطولات وثلاث ارباعهم كان في عهد ميلان ماتشالله. فهذا يمكن كان دافع معنوي حق اللاعبين قدوم هذا المدرب. فكنا قاعد نتمرن معاه يمكن اللاعبين حبوا طريقه تماريننا من خلال كروسات من خلال جمل تكتيكيه من خلال كل شيء حبوا تمرينه. اللاعب اذا حب تمرين مدرب بالعكس تلقاه كل يوم يواظب ويعطي زياده بالتمرين وبالعكس انه يطبق التمرين اللي ياخذه داخل المباراه. سنه 2010 هذه كانت قبل اخذنا كاس السوبر الحساوي اتوقع كانت بطوله سنه واحده وبعدين كنسلوها اخذناها كان بلنتيات وخذيناها توفقنا والله سبحانه وتعالى. فهذه كانت اول بطوله رسميه بالنسبه لي والحمد لله احنا نلعب من اجل تمثيل دولتنا دوله الكويت من خلال المنتخب او من خلال تحقيق البطولات والمستوى الجيد اللي احنا نقدمه بالدوري الكويتي. فالحمد لله 2010 يمكن لعبنا في نظام المجموعات في البدايه زين ما كان فقدمنا يعني في مباريات صعوبه كنا نلعب ضد خيطان كنا نلعب ضد افرقه كل الاحترام والتقدير فكانت مباريات صعبه علينا علشان اننا نصعد والحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقنا في سنه 2010 وصعدنا قبل النهائي. ففريقنا بوقت هذا حتى اخوي كان مشار العازمي هني كان يعاره حق نادي السالميه يمكن مو من نصيبه كان البطوله بس اتمنى انه بالمستقبل انه يحقق مزيد البطولات. فبهذه السنه يمكن نادي الغاتسية كان يمتلك يمكن من 11 لاعب يمكن اكثر من 11 لاعب في المنتخب غالبيه لاعبين منتخب من نادي الغاتسية بالعكس بل هم يستحقون انضمامهم في هذه الفتره. واحنا كنا لاعبين كنا صغار انا يوسف ناصر ناصر فرج طلال الفاضل ناصر الوهيب يعني اللاعبين الموجودين كلهم فيهم الخير والبركه. فلعبنا بكل ثقه هذه كانت في مباراه الغبل النهائي وقدمنا المستوى اللي المطلوب منه بالعكس بل يا ابو قول اخوي فهد العنزي وناصر الفرج وقولوا على اخوي نواف الخالدي وخذينا المباراه الحمد لله. فاحنا خلصنا شنو هني خطوه الى المرحله النهائيه وكانت في مسيرتي كان اول نهائي رسمي اني انا اوصل له. فوصلت النهائي منو جاب لنا؟ نادي كبير اخر ايضا فهو نادي من نادي الكويت يعني من خالد الفضلي كحارس مرمى وبالنص عندهم جراح العتيجي الى الهجوم كان معاهم ريجيرو. فبهالمباراه مباراه ما اخفي عليكم الامانه كانت جدا صعبه بالنسبه لنا ولكن قدمنا المستوى المطلوب لعبنا بتكتيك معين والحمد لله توفيق من الله سبحانه وتعالى. اخوي طلال فاطل يمكن شات له شوته سدد له من النص وطقت الارض ودخلت. فكانت يعني هذه فرحتي يعني فرحه ما توصف كانت فرحه حياتي بالجول. فعد بعدها سيرت المباراه يعني انا كحارس مرمى اقدر اسير مرات اوقات المباراه في حاله الضغط علي في حاله النتيجه الايجابيه فحاولت اني امسك الكره والله ها متعور اخر وقت اضيع وقت يعني من الامور حتى لو حصل انذار ولكن انه شوي عشان اساعد فريقي في تحقيق النتيجه الايجابيه. وهذا بالعكس هذا يعتبر من الخبره داخل الملعب. انت السنين اللي تلعبها ليش؟ عشان الخبره داخل الملعب وتساعد اللاعبين اللي موجودين معك. فهذه من فرحتي يعني اتوقع هذه من يعني اكبر انواع الفرحه اللي انا حصلت عليها تحقيق هذه البطوله. طبعا ما اخفي عليك ان ما شاء الله في هذا الموسم اتوقع انه ما كان في ضغط على اللاعبين لدرجه حتى المباراه النهائيه
يمكن في مدربين يمرون عليك يحطونك تحت ضغط، باكر لازم تفوز، يكثر اجتماعات مع المباريات القوية. أنا كحارس مرات أضايق لما مدرب يكثر اجتماعات، يعني لا يضغط على اللاعبين يعطي أو يعطي المباراة أكثر من حجمها، لأن صدقني اللاعبين عارفين أهمية المباراة اللي جاي لها، يعني أكيد متأهل نهائي ما راح يكون مركز، فهذا لاعب يكون لا مبالاة فيه، ولكن اللاعبين يكونون جايين عارفين قيمة المباراة. فيعني المباراة حط الأسامي قال أدري بتجيب المباراة وطلع، والحمد لله جبنا لها المباراة لدرجة الحمد لله عقب ما خدينا هذه البطولة أنا من وناستي صعدت فوق الجول وعلقت لي اللي داخل الشبك فرحة. فكل إنسان يتمنى هذه الفرحة وتحقيق البطولة، والحمد لله استمرينا على هذا المنوال. في السنة اللي بعدها يمكن حصلت لنا ظروف هم في كأس الأمير، قبلها كانت عندنا يمكن بطولة خليجية أو خليجية تقريبا، حتى وقتها لعبنا مع نادي الرفاع البحريني يمكن بالدور الثمانية أو المباراة تأهلنا حق دور الثمانية، تعادلنا بالمباراة تقريبا أغلبية أوقات المباراة، وبنهاية الشوط يمكن قولوا علينا الرفاع البحريني قول ما أدري شلون صار هذا الجول، فتخربطت حسبة المدرب وهذا لدرجة أنه في نهاية الشوط الثاني أنا دخلت مع المهاجمين دخلت خلاص، وهذه الهجمة اللي صار فيها كروس ما يحضرني اسم اللاعب اللي رفعها زين، فحتى لدرجة كرة طبت قدامي فأنا ببالي شلون أنا راح أقول هذه الكرة، فشو عبد الله الضفيري شاتها زين والحمد لله، بعدين أتوقع رجعت للاعب النص زين وتم رفع هذه الكرة وقولناها وتعادلنا، بعدين لجأنا حق ركلات الترجيح، ففضل ربي سبحانه وتعالى، فكنت أنا من أسباب يمكن بعد إخواني اللاعبين إني صديت ركلتين جزاء وأهلت إخواني اللاعبين. في يوم من الأيام في عندنا مباراة اللي هي تأهلنا لقبل النهائي، فكان كنا ضد نادي الجهراء، فبنهاية الوقت أنا كنت قاعد آخر وقت علشان ركلات الترجيح، الحمد لله يمكن هو مغرور ولكن في ثقة بالنفس إني أنا قادر إني أشيل فريقي وإني أأهله في ركلات الترجيح. فقعد آخر وقت طايح أنا ولا أشوف الحكم الرابع يرفع لوحة استبدالي، فصدمت فحتى أشرت حق المدرب والحكم قلت له ماني طالع الرابع أطلع، قلت له ماني طالع ليش يطلعني المدرب وإحنا قبلها كنا معسكر، على الأقل بلغني مثلا كمدرب أن في حالة حصول بلنتيات ترى حسين أني أنا راح أطلعك يكون عندي خلفية أو أكون حاسب حسابي، يعني أنا لاعب 90 دقيقة وكنت تعبان وبيوصل فريقي بل أنه بساعد أخواني اللاعبين. فلحسب خاطري اني شفت اخوي عبد العزيز فتحي كميل واقف على خط الملعب فطلعت علشانه، لدرجه اني انا من نرفستي يمكن في اليوم انا دخلوني عمليات صغرى يمكن الناس ما تدري، لدرجه من كثر ما انا متنرفز وانا داخل طقيت الجامه مالت الباب داخل نادي العربي وانكسرت الجامه وبعدها انا غرز بالايد واسعاف، بس الحمد لله توفيق من الله وفق اخوي عبد العزيز كميل في ركلات الترجيح وتأهلنا بفضل الله سبحانه وتعالى. واتمنى يعني وهذا طموح كل لاعب انه يحقق مزيد من الانجازات والافراح في المستقبل القريب ان شاء الله، فهذا كل شيء بخصوص مسيرتي المحليه في نادي كاظمة الرياضي. اتكلم يمكن عن مشاركاتي الخارجيه مع نادي كاظمة، يمكن شاركت في كأس الأندية الخليجية وشاركت في كأس الاتحاد الآسيوي وشاركت في دوري أبطال العرب، راح أتكلم عن يمكن كذا مباراة في كأس الأندية الخليجية. شاركت يمكن في مباراة ضد الأهلي الإماراتي كانت قبل النهائي، يعني كنا قريبين أن نوصل النهائي لكن للأمانة ما حالفنا الحظ، خسرنا في دبي ضد الأهلي الإماراتي 1-0. في الإياب في ملعبنا كانت كنا فايزين لآخر دقيقة 1-0، كنا راح نلعب يعني شوطين إضافيين وبلنتيات ممكن يحالفنا الحظ، لكن للأمانة في آخر وقت في آخر دقيقة يمكن قدر يقول الأهلي الإماراتي جول تعادل معنا 1-1 ووصله للنهائي. ومن المباريات بعد المهمة كنت في نادي السالمية شاركت في كأس الأندية الخليجية، يمكن طلعنا من المجموعات لكن يمكن كانت بالمجموعة ثلاث فرق، جميع الفرق يمكن كانت متساوية في النقاط،
لكن طلعنا في فرق المواجهات. وبتكلم عن كاس الاتحاد الاسيوي مع نادي كاظمه، شاركنا يمكن مع مجموعه فيها نادي اربيل العراقي ونادي ايست بنغال الهندي ونادي كاظمه والعروبه اليمني. يمكن تاهلنا كثاني المجموعه، فزنا على ايست بنغال في الذهاب والاياب، وفزنا على العروبه ذهاب وتعادلنا معهم بالاياب، وخسرنا من اربيل العراقي في الذهاب وتعادلنا معهم في الاياب. تاهلنا كثاني مجموعه، قابلنا الوحدات الاردني في الاردن بصفتنا يعني كثاني مجموعه تلعب خارج ارضك من مباراه واحده في دور ال 16. لعبنا ضد الوحدات خسرنا 2-1، ما حالفنا الحظ وطحنا من دور ال 16. وهذه طبعا نبذه بسيطه عن مسيرتي الرياضيه في نادي كاظمه، مشاركاتي الخارجيه والداخليه. وان شاء الله بتكلم لكم عن مشاركاتي مع المنتخب، من منتخب الشباب والأولمبي والأول. يمكن في بداية مشواري مع منتخب الشباب تحت 19 سنة، يمكن أنا ما شاركت في منتخب 17 ولا البراعم ولا الناشئين، شاركت في منتخب مع منتخب الشباب خصوصا. يمكن في منتخب الناشئين والبراعم كانوا يعني يقولون أن بنيتك الجسمانية ما تساعدك، شاركت مع منتخب الشباب تحت 19 سنة. يمكن رحنا في أول معسكر إلى ألمانيا، قعدنا تقريبا 3 أسابيع، كانت في مباريات قوية ضد فرق أكبر منا بالعمر، خصوصا إحنا أعمارنا كانت 18 سنة، شاركنا مع فرق أعمارهم يمكن فوق 23، فرق فئة الرديف. كانت مباريات قوية واحتكاك قوي، خصوصا إحنا كنا نستعد لتصفيات كأس آسيا. من بعد معسكر ألمانيا شاركنا في بطولة صلالة الدولية في عمان لمنتخب الشباب. يمكن كانت البطولة مجموعتنا كانت البحرين وعمان، خسرنا يمكن ضد البحرين وتعادلنا ضد عمان، ما حالفنا الحظ ونتأهل لأدوار يمكن إلى دور قبل النهائي. من ثم شاركنا مع في تصفيات كأس آسيا، كانت مجموعتنا العراق ولبنان، فزنا على لبنان في أول مباراة 4-1، كنا محتاجين إلى التعادل مع العراق عشان نتأهل إلى كأس آسيا، خصوصا أن العراق كان فايز أقل، إحنا فزنا 4-1 والعراق فاز يمكن 2-1 ضد لبنان. ما حالفنا الحظ وخسرنا 1-0 وطلعنا من التصفيات. أما مع المنتخب الأولمبي، يمكن ما شاركت في التصفيات الأولمبية، شاركت معهم في كأس الخليج تحت 23 سنة، قابلنا البحرين والسعودية، تعادلنا مع البحرين، خسرنا من السعودية، ولعبنا مع عمان وتعادلنا مع عمان. يمكن كانت يعني المشاركة هذه أول مشاركة يمكن أو أول كأس خليج للأولمبي شاركنا فيها، كانت في السعودية، ما حالفنا الحظ وطلعنا من البطولة يعني. أما بالنسبة لمنتخب الشباب، يمكن كانت أول مشاركة لي في سنة 2008 في تصفيات كأس العالم، استدعاني في ذيك الوقت المدرب الكرواتي رادان، كانت في تصفيات كأس العالم، مجموعتنا كانت إيران وسوريا والإمارات. طبعا ما استدعوني من بداية التصفيات، تم استدعائي يمكن من مباراة سوريا، يمكن ما شاركت مع في المباريات، أول لعبة سوريا ما كنت من ضمن اللاعبين المتسجلين في الاحتياط، لكن كنت متواجد مع المنتخب. من ثم ردينا يمكن الكويت، كانت المباراة في سوريا وخسرنا 1-0 ضد سوريا، ردينا الكويت لعبنا ضد الإمارات، ضد سوريا عفوا، فزنا على سوريا 4-2، كنا محتاجين فوز في مباراة ضد الإمارات، خسرنا من الإمارات 3-2. رحنا بعدين إيران آخر لعبة، كانت يعني في ملعب أزادي، شاركت في هذه المباراة خسرنا 2-0، كانت أول مشاركة رسمية بالنسبة لي في تصفيات كأس العالم.
مثل ما يمكن فترات طويلة ما تم استدعاء للمنتخب، استدعاني يمكن المدرب القدير نبيل معلول للمنتخب، من ثم تم تصفيتي. في كأس الخليج، كأس خليج 23، استدعاني المدرب بونياك إلى كأس الخليج، وكنت متواجد مع يمكن الفريق في هذه السنة في كأس الخليج 23. شاركت في آخر مباراة ضد الإمارات، شاركت في آخر مباراة ضد الإمارات، ما حالفنا الحظ وطحنا من المجموعة، يعني ما تأهلنا إلى دور قبل النهائي. من ثم استدعاني المدرب روميو جوزاك إلى المنتخب في مباريات دولية يعني ودية، شاركت في 5 إلى 6 مباريات ضد نيبال وضد سوريا وضد أستراليا ولبنان. الحمد لله يعني إلى هذا الوقت يعني وأنا متواجد، والحمد لله يعني أتمنى نقدر يعني نحقق بطولة مع المنتخب وتكون يعني ختام المسيرة ختامها مسك إن شاء الله بإذن الله. أما بالنسبة حق مسيرتي مع المنتخبات الوطنية، فأنا أيضا تدرجت من المراحل السنية، ففي سنة 2003 تم اختياري في أيضا العمر اللي أكبر مني، مواليد 88، علما أنا في مواليد 89، والحمد لله رحنا معسكر طلعنا في هنغاريا 2003، والمدرب الحمد لله يعني اقتنع في المستوى اللي قاعد أقدمه بغض النظر عن العمر، فاعتبرني الحارس الأول في هذا الفريق. ورحنا شاركنا في دولة قطر بعدها خليجي 3، يمكن ما حالفنا الحظ في تحقيق بطولة، ولكن إنه قدمنا المستوى اللي يليق في الشعار والفنيلة الزرقاء. وبعد ذلك 2005-2006 أيضا كنت أصغر لاعب منتخب الأولمبي قبل يشاركون في أسياد الدوحة، كنت طالب مع مواليد 85 و86، حتى أذكر كنت طالب بالجامعة، كنت أدرس هناك، أنا ثانوية وعلمي، فكنت أدرس أنا ذاك اختبارات، ف رحت معهم المعسكر وقدمت مستوى الحمد لله. ولكن يوم رجعنا الكويت تم استبعادي، لأن خالد رشيدي كان هو الحارس الأول، كان مع الفريق الأول، فيوم ردينا رجع خالد رشيدي، فأنا وخروني بسبب أو في البداية كانوا يبون يجهزوني حق الأولمبي القادم، إنزين، وأيضا إنه كعمر سني وايد صغير، فهذا فكر جميل كان من الاتحاد إنه يجهز حارس حق المستقبل. في سنة 2008 شاركت أو تم اختياري، في نهاية سنة 2008 تم اختياري ضمن المنتخب الأول، وهني أنا كنت صغير في العمر، تم اختياري للمنتخب الأول الحمد لله، وهذا طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى ودعوات والدتي عسى الله يحفظها ويعطيها الصحة والعافية. وفي المستويات اللي تم تقديمها رحت مع المنتخب وشاركت في خليجي 19 في دولة عمان، وبعد ذلك همن شاركت معاهم في تصفيات كاس آسيا اللي لعبنا بالكويت مع استراليا، ولعبنا باستراليا اللي أخوي مساعد ندى قول هناك قول الفوز الحمد لله حققنا، وهناك أنا وصلت حتى الحارس الثاني يوم كنت معهم في استراليا. فالحمد لله يعني أتوقع أن كمسيرتي في المنتخبات الوطنية إذا قدمت مستوى زين الحمد لله تروح المنتخب، وكل لاعب يقدم مستوى جيد يستحق انضمامه لهذا المنتخب. فلعبنا قبلها مباريات تجريبية ضد كوريا الشمالية وغيرها من المنتخبات، بعدها رحنا لعبنا أتوقع مع الهند أو منتخب من منتخبات الدولة الآسيوية، وبعد ذلك تأهلنا لحق المرحلة اللي بعدها اللي هي مع اليابان، لعبنا مع اليابان باليابان، وهني بوقتها هم أنا كنت مصاب، ولكن الحمد لله هم قدمنا مستوى وايد كبير سواء من الخط الدفاع إلى مستوى الهجوم، وأيضا بقيادة المدرب ماهر الشميري محمد ما قصر مع اللاعبين. هذه سنة 2010 بالأولمبي، ورجعنا الكويت لعبنا الإياب وفزنا 2-1، لو فازينا 2-0 كان تأهلنا ونلحق إخواننا اللي أو الأجيال الأساطير السابقة اللي تأهلوا حق الأولمبيات، وإن شاء الله بالمستقبل العاجل نتمنى أن يشاركون في الأولمبيات المستقبلية. وفترة غبت عن المنتخب 3 إلى 4 سنوات، وتم اختياري السنة السابقة حق مباراة فلسطين ومباراة مصر، والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى هذا السنة من خلال المستوى اللي قدمته تم اختياري للمشاركة في بطولة غرب آسيا إن شاء الله في شهر 8، ويسبقها معسكر تدريبي في لندن،
وهذا كل مسيرتي في خلال منتخبات الوطنية دولة الكويت. يمكن بتكلم أنا يمكن عن موقف صار لي مع أخوي حسين كنكوني. موقف يعني ما أدري هل هو طريف ولا شطانة زايدة منه هو أو ماني عارف للأمانة. يمكن لما كنا في المراحل السنية كنا أنا وحسين كنكوني في باص واحد. فعلى أيام الكاسيت حسين كنكوني كان يفتح الكاسيت ويطلع من الباص يعني عشان يأذي السيائر اللي وراه. ففي ذيك اليوم ولت توقف الباص دورية يعني فبيخالفون راعي الباص. فللأمانة هذا من مواقف طريفة يعني اللي معي ومع أخوي حسين كنكوني يعني صارت. فهذه من المواقف الطريفة. بالنسبة حق المواقف اللي حصلت بيني وبين أخوي مشاري العازمي، أعتقد بسبب السنوات اللي زاولتها معاه وعاصرته وعاشرته، ففي من المواقف الظريفة. فمشاري ما شاء الله عليه في البداية أنا قلت لكم يمتاز بالمراوغة أو يمتاز بالريل اليمين أو الريل اليسار. فكل ما يجيني مشاري في أي تمرين من التمارين يمكن ينفرد أو بالشوت، فيضيعك أنت كحارس ما تدري بيشوت يمين أو يسار بغض النظر عن اللاعبين الباجي اللي جايك واضح وين يشوت. فكل ما هذا مرات يهوش لي قطي بزاوية ثانية، مرات أتوقع قلت لي بيهوش هني وأروح عكسه ولا هم من صايدني ما شاء الله يعني يمتاز بالذكاء. ففي يوم من الأيام أنا من ناحية العصبية قبل أدش تمرين تجمع في الغرفة، فقلت له اليوم أنت ما راح تقول واليوم أنا كلين شيت على قولتهم بالتقسيمة من هالأمور. فبالصدفة انفرد فيني مشاري في هذا التمرين، فهو يعني وياخذني يمين حاط بباله ظاهر التحدي، ياخذني يسار طيحني. فأنا يمكن شوي انفعلت بالتمرين وعصبت وبديش على حيل، فياخذني مو أنا نزلت مشاري كان يقطها وراي بيسقطها علي بالجول، وأنا أرجع وأرجع كان أطير، بس طرت وأدش وين؟ وأدش بالقائم، واللاعبين قاموا يطيحون بالأرض عند التمرين، قلتهم قاموا يطيحون يضحكوا، قمت أضحك على نفسي معاهم وعلى قولتهم عم الفرح والسرور في التمرين، وعدى يعني على خير. بالعكس هذه أجواء حماسية داخل الملعب تكون. للأمانة يعني أنا بتكلم عن يعني الصفات الزينة في أخوي حسين كنكوني، وبتكلم عن شغلات يعني مثل ما تقول عيوب فيه. أنا كان حسين كنكوني يتميز أنه يعني قائد داخل الملعب، حماسي، يوجه اللاعبين، يتحمل مسؤولية، يتحمل مسؤولية ربعه، يحاول يشيل ربعه، يحاول يساعد ربعه، يحاول ينصح الكل سواء الكبير ولا الصغير، غيور على الفنيلة، يلعب من قلبه. مرات أنا يعني يعني هالشيء يعني دافع صراحة لي أنا كلاعب داخل الملعب، ودافع حق اللاعب الصغير داخل الملعب، دافع حق الاحتياط اللي برا اللي بيدش الملعب. فهذه من الصفات المميزة في أخوي حسين كنكوني. ومن يمكن العيوب اللي أنا أشوفها فيه يعني دائما أخوي حسين متسرع، ما في صبر، يحب يعني بسرعة يندفع، يعني ما عنده مجاملة، على طول يدش يعني مثل ما تقول يدش يدعوم بالشخص، يعني ما يسمع منه، ما يعني يشوف يلتمس له عذر، دائما مندفع. فهذه يمكن من العيوب البسيطة فيه يعني. لكن للأمانة أخوي حسين يمكن أنا عاشرته من مراحل السنية إلى هذا الوقت، للأمانة قلبه طيب، غيور على الفريق، غيور على النادي، ويعني مثل ما قلت يعني في فترات حلوة، في فترات مرة مع أخوي حسين. لكن إن شاء الله نتمنى يعني في السنين القادمة دائما فترات حلوة بإذن الله. بالنسبة حق الصفات الإيجابية وصفات السلبية بالنسبة حق أخوي مشاري العازمي، فمشاري العازمي أنا أعتبره ليدر داخل الملعب، يعني ليدر بالنص وليدر ككابتن داخل الفريق. فأنت كل فريق ناجح يحتاج حق كابتن، سواء لاعب غاب يدق عليه ها كابتن ليش غبت، فهذا شيء ضروري يعتبر هو مدرب وقائد ويعتبر إداري. مشاري من الناس اللي يسوون اجتماعات حق اللاعبين، تعالوا يبغى نقعد بروحنا، شنو تبون، شنو مضايقكم، شنو ناقصكم، روحه على الفريق، شعار ولاء حق الشعار اللي هو لابسه، بالعكس كان الملم حق الفريق. فاحنا اي فريق يحتاج انه يكون ناجح يحتاج مثل هذا القائد. طبعا
طبعا من ناحية خلقية بالعكس احنا نتعلم الكابتن مشاري العازمي كونه هو تربوي، فما شاء الله عليه من الناس اللي ذو خلق عالي بالنسبة له ولعائلته الكريمة، فهم يعتبر كقدوة حق اي شخص من ابنائنا المراهقين. واما يعني الصفات السلبيه ما اذكر حق اخوي مشاري يمكن شيء من الصفات السلبيه، ولكن يمكن امور النرفزات تصير بينه وبين اللاعبين داخل الملعب مرات، فعلى الواحد انه يتحكم فيها، يمكن ما يصير الرد المباشر وبوقتها، ولكن على الانسان انه شوي انه يتحلى في الصبر داخل الملعب، بس اعتقد بضغوط المباراه وهذا الواحد مرات يفقد اعصابه. يمكن في المجال الرياضي يمكن ما ابي اقول مثلا قدوتي، لكن مثل ما تقول واحد دائما في لاعب يعني مميز يعني يحب يقلد لعبه او يحب يعني او حب مثلا الكره منه هو. للامانه كلاعب محلي يعني يمكن انا يعني كنت اشوف يعني في سنه 98 يمكن منتخب الكويت كان في كذا لاعب للامانه في الوسط، يمكن كانوا مثل ما تقول يعني لاعبين كنت اتمنى اني اوصل الى مستواهم، يمكن الكابتن الكبير عبد الله وبران والكابتن الكبير بدر حجي، خصوصا ان هيئتهم واجسامهم نفس طريقتي، فكنت اتمنى ان اوصل لمستواهم وطريقه لعبي تكون نفس طريقه لعبهم. هذا من في المجال يمكن على المستوى المحلي. اما على المستوى العالمي يمكن كان النجم رونالدو البرازيلي، هو يعني اللي للأمانة حببني في كرة القدم، كنت أتابع يمكن من تقريبا من أول بداياته، هو اللي حببني في كرة القدم، وهو يعني موهبة صراحة بالنسبة لي ما تكرر يعني في كرة القدم. يعني لكل لاعب من صغره يمكن يشوف لاعب كبير سواء محلي أو خليجي أو عالمي يكون قدوة بالنسبة له، فأنا من يوم أنا كنت صغير كانت قدوتي محلياً أخوي شهاب بكل شيء، كنت أبي أقلده أبي أسوي نفسه أبي هذا، بل تعلمت منه الكثير حق مستقبلي، والحمد لله يعني أتوقع سبب من الأسباب اللي أنا أيضاً وصلت فيها هذه المرحلة. بالنسبة حق خليجياً قدوتي في حراسة المرمى محمد دعيع من الحراس اللي أتوقع ما راح يمرون على دولة الخليج، ونتمنى أن يطلعون حراس نفس المستوى أو أنه أفضل. على المستوى العالمي بالنسبة لي أو اللي أنا شفته جالويجي بوفون هو قدوتي، ولكن أيضا بيتر تشيك بالنسبة لي هو أحسن حارس مر بالكرة الأرضية. كلاعب أيضا لي هدف في المستقبل بعد اعتزالي إن شاء الله، كل لاعب يمكن له توجه إداري له توجه فني في مجال رياضي، في ناس يشوفون أو يكملون أمورهم الحياتية في مشاريع أخرى يأخذونها، ولكن أنا كحسين إن شاء الله في المستقبل أطمح أو أني يمكن شخصيتي أو أني أنا اللي أحس فيه أني أنا ما أعتقد أني راح أوفق إذا رحت بالمجال الفني لأني أنا مو حابه، فإن شاء الله توجهي أني أكون إداري كمدير فريق ومشرف في المستقبل، كإداري أشوف نفسي إن شاء الله بإذن الله أني أكون ناجح. في نهاية مشواري الكروي يعني الواحد يعني دائما يختار يعني أو بباله مثلا يتجه سواء المجال الإداري أو المجال الفني، لكن للأمانة أنا أفضل المجال الفني يمكن يعني أكثر من الإداري كفكر، يعني يمكن يعني دائما الواحد وده أن يطمح للأفضل كفكر، يمكن أنا ودي أكون مثلا مدرب أفضل من إداري، أتمنى أني يعني أحقق بطولات يمكن مع نادي كاظمة، أتمنى أني أفيدهم في من الجانب الفني، أتمنى أني يعني الأمانة في يعني أتمنى أني أحقق بطولات مع نادي كاظمة، خصوصا يمكن يعني في يعني مدرب الوطني يمكن مهضوم حقه صراحه في الكويت، الكابتن يمكن الكبير محمد ابراهيم يمكن حقق بطولات كثيره مع نادي القادسيه، درب نادي السالميه وحقق معهم بطوله، يمكن اتمنى يمكن اني يعني احقق بطولات بحجم البطولات اللي حققها يعني المدرب الكبير محمد ابراهيم كمدرب وطني يعني.
ومن المدربين العالميين يمكن اللي الواحد وده مثلا للأمانة يعني الواحد يكتسب منه يعني أشياء، مثلا سير فيركسون يعني تكتسب منه أشياء، تعلم من المدربين العالميين ومدربين كثار يعني الواحد وده يعني يتعلم منهم، وده يعني يصير مدرب ناجح ويحقق بطولات مع النادي. وفي النهاية أشكركم أخواني المشاهدين على متابعكم لهذا البرنامج بيني وبينكم، وأتمنى أن كنا ضيوف يعني خفاف على المشاهدين، وأيضا أشكر المصورين والمعدين والإخراج في هذا البرنامج الناجح، وكلهم كل الشكر والتقدير، ويعطيكم ألف عافية. في نهاية البرنامج أحب أشكر جميع القائمين على البرنامج من مصورين من معدين، وأحب أشكر أخوي حسين كنكوني، وأتمنى أكون يعني ضيف خفيف على السادة المشاهدين، ومشكورين ما قصرتوا، ويعطيكم ألف عافية على اللقاء.